صعد بقنبلة على متن طائرة، اختطفها وطلب فدية مالية ضخمة. اختفى وهو على متن الطائرة. استمر البحث عنه 45 عاما. دان كوبر. في 24 من نوفمبر تشرين الثاني عام 1971، اشترى رجل يدعى دان كوبر تذكرة طيران في اتجاه واحد من بورتلاند إلى سياتل، وصعد على متن الرحلة 305 التابعة لخطوط طيران نورث ويست أورينت إيرلاينز. كانت الرحلة تستغرق عادة حوالي 30 دقيقة. أشار كوبر لمضيفة تدعى فلورنس شافنر بورقة صغيرة، فأخذتها ووضعتها في جيبها على اعتبار أن الورقة تحمل رقم هاتفه، لكن كوبر انحنى قبلها وقال: سيدتي، من الأفضل أن تنظري إلى الورقة، إنها قنبلة. فتحت المضيفة الورقة فوجدت ملاحظة مخيفة مكتوبة بالخط العريض: لدي قنبلة في حقيبتي، أريدك أن تجلسي بجواري. جلست المضيفة في المقعد المجاور لكوبر وطلبت رؤية القنبلة. فتح دان كوبر الحقيبة بهدوء، وكان بمقدور المضيفة أن ترى في الداخل مجموعة متشابكة من الأسلاك وبطارية وعصا حمراء اللون تشبه الديناميت. قال كوبر بهدوء: أريد 200,000 دولار بحلول الخامسة مساء نقدا وموضوعة في حقيبة ظهر. وطلب 4 مظلات، 2 خلفيتان و2 احتياط، وشاحنة وقود جاهزة للتزويد بالوقود، وحذر: لا خداع، وإلا سأنجز أنا المهمة. ذهب شافنر لإخبار الطيار، وفي غضون ذلك ظل الركاب الآخرون غافلين عن الخطر الكبير في المقعد C18. أعلن الطيار حدوث مشكلة في المحرك، وكان عليهم التحليق في دوائر قليلا للتخلص من بعض الوقود، فيما كانت الطائرة تحوم في الهواء لساعتين تقريبا. تدافع المسؤولون على الأرض لتلبية مطالب كوبر. هبطت الطائرة في سياتل عند الساعة 5:39 مساء، وفي ذلك الوقت تقريبا اقترب موظفو شركة الطيران من كوبر ومعهم المال والمظلات. في هذه المرحلة أطلق الخاطف سراح 36 راكبا، وسمح أيضا لبعض أفراد الطاقم بالرحيل. وبعد ذلك أخبر كوبر الطيار بأنه يريد التحليق جوا إلى العاصمة المكسيكية، لكن مدى الطائرة لم يكن يسمح بقطع 3500 كيلومتر، وهي المسافة المطلوبة. لذا اتفق كوبر مع الطيار على التوقف للتزود بالوقود في مدينة رينو. وضع كوبر مطالب محددة للرحلة قبل الإقلاع، فلا بد أن يكون التحليق أقل من 10,000 قدم 3,000 متر، وأن يرفرف الجناح بزاوية 15 درجة، وأن تبقى السرعة أقل من 200 عقدة، وأن يظل الباب الخلفي مفتوحا. وفيما ارتفعت الطائرة في السماء عند حوالي 7 مساء، اتبعتها عدة طائرات تابعة لسلاح الجو على مسافة غير ظاهرة. وفي الساعة 8 مساء أومض ضوء تحذيري في القمرة يشير إلى أن السلم الجوي الخلفي قد تدلى، وبعد 15 دقيقة لاحظ أفراد الطاقم حركة صعود مفاجئة من مؤخرة الطائرة. وعند الهبوط في مدينة رينو عند حوالي 10:50 مساء، أحيطت الطائرة على الفور بالشرطة المحلية ومكتب التحقيقات الفيدرالي. دخلوا الطائرة وفتشوها تفتيشا دقيقا، لكن لم تكن هناك أي إشارة على كوبر أو المال المسروق. وكان لدى السلطات قناعة خاصة بأن الخاطف لا يمكن أن يكون قد خرج من الطائرة على الأرض دون أن يراه أحد. ترك دان كوبر وراءه مظليتين وربطة عنقه السوداء ولغزا محيرا. اندهشت السلطات، خصوصا أن أيا من الطائرات المقاتلة التي كانت تتبع طائرته لم تره يغادر الطائرة. يروي رالف هاملزباخ عامل مكتب التحقيقات الفيدرالي أنهم حصلوا على قائمة طويلة من المشتبهين المحتملين، لكن بعد مرور 5 سنوات بدأ أن مكتب التحقيقات الفيدرالي وصل إلى طريق مسدود. وفي عام 1980 اكتشف صبي صغير في رحلة تخييم شيئا مثيرا بجوار نهر كولومبيا، حزما من دولارات ممزقة، وطابقت أرقامها التسلسلية تسلسلات أموال الفدية التي منحت لكوبر قبل 9 سنوات. وحتى يومنا هذا
تظل تلك هي بقايا الأدلة الوحيدة المرتبطة بالقضية خارج الطائرة ويمكن التحقق منها. بدوره أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي في عام 2016 أنه سيتوقف عن متابعة القضية بصورة نشطة، ولم يحل لغز كوبر ليومنا هذا.